سلطات الولايات المنتدبة ولاد جلال الواقعة غرب بسكرة يعكفون على وضع اللبنة الأولى لإنشاء المرافق الإدارية التي يتضمنها التنظيم الإداري للولاية. هذا مقر مكتبة بلدية حول إلى مقر للدائرة، ومقر الأخير حول ليحتضن مقر الولاية المنتدبة. الظروف كانت مهيئة خاصة فيما يخص المقر تاع المقاطعة الإداري الذي كان جاهزا، أن هياكل موجودة على مستوى قانون المقاطعة الإدارية، المشكل غير مطروح. سكان ولاد جلال والبلديات التابعة لها ينتظرون من سلطات الولاية وضع انشغالاتهم ضمن أولوياتها، وهذه بعض منها. بعد أزمة السكن تأتي الماء، خصوصا الماء، نقل أزمة الشغل أيضا. وبما أن مدينة ولاد جلال ثاني أكبر مدينة في ولاية بسكرة، نقترح لها فرع جامعي إن شاء الله. الولاية نتاعنا على كل حال معروفة فلاحية رعوية، الأولوية نتاعنا هو الماء. الشيء المفقود هو مرافقة الإدارة للمستثمر، لأن المستثمر هذا راح يطرح أموال، وبالتالي يحتاج إلى عقود من أجل أن تشجع. إلى جانب تنظيم الإدارة وإلى الاهتمام لقطاع السياحة وغيره من القطاعات، يوضح والي ولاد جلال بعضا من برنامج عمله. باش نكونوا صارحين مع المواطنين، نمشوا على حسب الأولويات وعلى حسب الإمكانيات والموارد المالية المتوفرة. فتح باب الاستثمار على مصراعيه، لأن نحن في أمس الحاجة إلى خلق الثروة، ولو هذا لا يأتي إلا عن طريق إزالة كل الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل المستثمرين. المؤكد هو أن ولاد جلال مقبلة على مشاريع عمرانية مختلفة الوظائف، والمهندسون المعتمدون هنا يأملون في أن تؤول إليهم بعضا من المشاريع للإسهام في تنمية ولايتهم قيد النشأة.